ازيك يا هنا؟ برحب بيك طبعا يا كابتن اسلام وبكابتن هاني وبكل مشاهدي قناه الاهلي. وخلوني بقول ان انا سعيده جدا وفخوره طبعا ان انا موجوده مع قامات كبيره زي حضراتكم في برنامج الاهلي في المونديال، ودايما بقى النادي الاهلي مجمعنا ومفرحنا الحقيقه. يا رب دايما وكل سنه يا كابتن هاني. ان شاء الله. اتفضلي. خلونا بقى نبدا اخبارنا النهارده، وطبعا هيكون معانا اخبار متعلقه بكل الانديه المشاركه في الاهلي في المونديال، لكن خلونا في البدايه نبدا بفريقنا طبعا، فريق النادي الاهلي. واختتم الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي تدريباته على ملعب ثانيه الرمال باستاد تطوان بالمغرب، وذلك استعدادا لمواجهه فريق اوكلاند سيتي مساء غد. واجتمع مستر مارسيل كولر المدير الفني مع اللاعبين في بدايه فقرات المران الجماعي الذي اقيم ظهر اليوم، وذلك بقى لمراجعه بعض التعليمات الفنيه قبل انطلاق فقرات المران. وايضا خاض اللاعبون فقرات بدنيه متنوعه تحت اشراف طبعا مدرب الاحمال، يعني الفريق استمرت حوالي 40 دقيقه، وادى بقى رباعي حراسه المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزه علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنيه، طبعا ده تحت اشراف مستر ميشيل يانكن مدرب الحراس. وكمان بقى اختتم الفريق مرانو بتقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيها جميع اللاعبين، واطمأن الجهاز الفني خلالها على كل جاهزية جميع اللاعبين طبعا للقاء غدا أمام أوكلاند سيتي. وأدى اللاعبون فقرة خاصة للتدريب على تسديد ركلات الترجيح عقب انتهاء فقرات المران الجماعي، وشارك فيها حراس المرمى الأربعة. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، إن شاء الله بقى يقدروا يفوزوا في مباراة غدا. وكمان بقى استكمالا للحديث عن الفريق الاول لكره القدم، وصلت بعثه الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي الى مقر الاقامه بمدينه طنجة استعدادا لمباراه اوكلاند سيتي، وطبعا ده هيكون مقرر لها اقامتها غدا التاسعه مساء بتوقيت القاهره على ملعب ابن بطوطه في الدور التمهيدي لبطوله كاس العالم للانديه. كمان بقى خلونا دلوقتي ننتقل للاعبين النادي الاهلي، واعرب اللاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الاول لكره القدم بالنادي عن سعادته بالمشاركه في كاس العالم للانديه بالمغرب. واعرب اللاعب عنده امنيه طبعا بتحقيق الفريق نتيجه افضل من النسختين السابقتين والتي حقق فيها الفريق الميداليه البرونزيه. وكمان قال طاهر ان هو طبعا بيستعد بقوه وسعيد بالعوده الى المشاركه مع الفريق قبل السفر الى المغرب بعد فترة غياب بسبب الإصابة. طبعا كانت فرصة جيدة للإطمئنان على حالة اللاعب قبل المونديال، وبذل مجهود كبير للعودة من الإصابة حتى يكون جاهز للمشاركة في كأس العالم للأندية بمساعدة الجهاز الطبي. وكمان أضاف اللاعب طاهر كل لاعب يحلم بالمشاركة في مونديال الأندية، فهي بطولة كبيرة وتعد تشارك بها العام الثالث على التوالي. وكمان زود أو أضاف إن اللعيبة جاهزة للمشاركة والفريق مكتمل الصفوف بدرجة كبيرة عن البطولة الماضية والتي شهدت طبعا الكثير من الغيابات في صفوف الفريق. يعني طبعا بنتمنى للاعبين كل التوفيق في مباراة غدا. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لفريق اوكلاند سيتي ومدرب اوكلاند. لسنا مرشحين للفوز على الاهلي غدا، طبعا زي ما احنا عارفين انه غدا اوكلاند سيتي هيواجه النادي الاهلي. معلش هنا في النقطه دي تحديدا يا هنا، لانها نقطه مهمه جدا، خلي بال حضراتكم من هذا الكلام. كابتن هاني اعتقد انت يعني شفت من هذا الكلام كتير جدا. البرت تريرا المدير الفني لاوكلاند سيتي هو من برشلونه، خلي بالك يعني اسباني، يعني تحس ان هو قريب يعني مننا، فبالتالي الكلام ده هو بيقوله لانه عايز يوصل للاعيبه التنويم المغناطيسي ده. دايما اللي كان لو تفتكر موسيماني قبل ما يجي النادي الاهلي لما كان مع سان داونز كان دايما يعمل كده. طبعا احنا عارفين ان احنا فريق كبير وفريق قوي وكل حاجه، ولكن في نفس الوقت احنا عندنا مباراه مهمه 90 دقيقه ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل فيها. انا يعني انا بتفق معاك، لان حتى لو عندك ثقافه لا الكلام دوت في ممكن جزء لو 5% 10% قد يعني يتسرب للعيبه او اللعيبه تبدا تفكر احنا افضل احنا احسن. وبالتالي يعني المؤتمرات ديت بيوصل الرساله الغرض منها، خلي بالك ممكن كمان الغرض منها رفع الضغوط على لعيبته طبعا، يعني جزء منها يعني. جزء منها رفع الضغوط على اللعيبه بتاعته، جزء اخر ارسال جزء من الطمانينه شويه، وده مهم جدا ان النادي الاهلي دايما
الماتشات الكبيره اللي بيعملها لازم يكون عنده تركيز عالي جدا جدا من بدايه المباراه. دايما افتكر مباراه الهلال، الهلال السعودي في كاس العالم للانديه وفوزه الكبير رغم غياب عدد كبير جدا من لعيبه النادي الاهلي، ولكن كان التركيز الشديد جدا واحترام الخصم اللي للنادي الاهلي خلانا ناخد البدايه، وبالتالي يعني خلينا تاني رسائل للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله مباراه بكره مباراه مش سهله، لازم تكون مركز مليون في الميه، ودايما البطوله بتبدا بدايه قويه، البدايه ان شاء الله لازم تكون قويه وكلنا وراكم وعندنا ثقه فيكم، ولكن كمان النقطه دي اشتغلوا عليها بشكل كويس، التركيز التركيز التركيز. كان مهم جدا الكلام ده يا هنا، لكن مهم جدا للعيبه النادي الاهلي تعرف هذا الكلام، وانا متاكد ان هم عارفين وحافظين مثل هذه الاساليب من المديرين صحيح. الفنيين او بعض المديرين الفنيين، وهي على فكره اساليب موجوده يعني شرعيه حاجة. لا لا شرعيه لا يعني طبيعي. يعني طبعا ان شاء الله يكونوا على قدر كبير من المسؤوليه زي ما عودونا دايما ويفوزوا بقى في مباراه غدا. كنا بقى نستكمل اخبارنا النهارده، وقال البرت رييرا مدرب اوكلاند سيتي والذي يواجه الاهلي غدا في كاس العالم للانديه ان طبعا هيواجه فريق الاهلي هو الاكبر، واللاعبين يجب ان يكونوا قادرين على القيام بذلك والفوز في مباراه غدا. وقال ان هو طبعا محظوظا انه لاعب في بطولات سابقه لمونديال الانديه، وان ما علمه هو انه اذا لم يكن هناك ايمان تكون الامور مستحيله. وكمان اضاف كل شيء ممكن في المباراه، لا اريد زياده الجهاز الاضافي لدى فريقي الاهلي وهو المرشح للفوز. وكمان اشار ان الاهلي فريق كبير بيضم لاعبين مهمين ليس فقط في مصر وكمان ايضا في افريقيا، ولهم جمهور عريض، لكن ذلك طبعا سيثقل المهمه على عاتقهم، وطبعا بيروا انه عامل قد يكون في صالحنا وجود الجماهير، وان هم ايضا ليسوا مرشحين. واضاف اتمنى الحصول على دعم اضافي من الجمهور المغربي المحايد، لان الاهلي سيكون لديه مشجعين ايضا في المدرجات. طبعا دي نقطه مهمه جدا، يعني ان شاء الله بنتمنى ان الجماهير الاهلاويه المتواجدين في المغرب وايضا الجماهير المغربيه ان هم طبعا يدعموا فريق الاهلي. بس هو عجبني المدرب ده بصراحه، يعني عارفه بيقول كلام عارف هو بيقول ايه، بيحاول يلم الناس، لانه يعني جمهور عربي او بطوله كاس العالم بتقام في بطوله في تاني عمليه جذب وتعاطف لبعض بالزبط. الجماهير يعني النادي الاهلي نادي كبير، وانا عارف ان النادي الاهلي عنده مشجعينه في المغرب، هو يتمنى يكون في جزء من هذا التشجيع يكون لفرقته، عمليه برضه الجذب التعاطف شويه بالنسبه له صحيح. زي ما بقول لك على مستوى الجماهيري اكيد النادي الاهلي يعني انت لو في اسبانيا مثلا، لو المباراه دي هتتلعب في اسبانيا او في نيوزيلندا، الناس هتيجي تقول لك احنا هنشجع الاهلي مثلا، لا طبعا ما ساعتها هيشجعوا نيوزيلندا. ده حقيقي يعني. اتفضل يعني. خلونا بقى نستكمل كمان اخبارنا النهارده في عن كاس العالم. وصلت بعثه الهلال السعودي الى المغرب في الساعات الاولى من صباح اليوم للمشاركه في منافسات كاس العالم للانديه، ويستهل ممثل الكره السعوديه بمشاركته في كاس العالم للانديه السبت المقبل بمواجهه الوداد البيضاوي على ملعب مولاي عبد الله بالرباط. وخاض نادي الهلال مساء اليوم اول مران له في العاصمه الرباط تحضيرا للمباراه القادمه أمام ممثل الكرة المغربية. كمان بقى معانا اخبار ليها علاقه بالوداد المغربي وجماهير فريق الوداد المغربي، كان مكتوب عليهم لوحه طبعا معاهم وفي المدرجات خلال مواجهه الفتح الرباط ضمن منافسات الدوري المغربي للمحترفين. وقيل وقبل خوض الفريق مونديال الانديه بالمغرب، وبيفتتح الوداد مشواره في البطوله بمواجهه الهلال السعودي السبت المقبل، وكان مكتوب على اللوحه التي صنعها طبعا الجماهير عباره مكتوب فيها شدوا العزاء دائم تصغر في اعينكم العظام. يعني طبعا كل الجماهير بتدعم فرقها طبعا، بتتمنى ان هي تشوفها بمظهر جيد وان هم طبعا يفوزوا في جميع المباريات. مفيش شك طبعا الوداد كمان يعني بيلعب على ارضه وجمهوره وطموحات كثيره جدا جدا ان هو يوصل لابعد نقطه، ومباراه كبيره، مباراه امام بطل اسيا الفريق الهلال السعودي، فريق كبير جدا، وبالتالي اكيد دور الجماهير هيكون ليها اكيد دور كبير جدا جدا في هذه البطوله دي. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للاتحاد المغربي واللي بيعد بافتتاح مبهر لمونديال الأندية غدا،
وجدد عبد الله المالك أبرون عضو اتحاد الكرة المغربي والمسؤول عن قطاع البنية التحتية والملاعب وعودة للجماهير، مؤكدا أنهم سيكونون على موعد مع افتتاح مبهر لمونديال الأندية، وأضاف أن كافة الترتيبات أنجزت من أجل افتتاح يطابق الطفرة التي عليها المغرب حاليا باستعمال أحدث المعدات والتجهيزات التكنولوجية، كما وعد بأن جيلا جديدا من الملاعب سيجد طريقه للنور بالمغرب بمواصفات عالمية. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لخبر آخر، وفيفا إعلان قرارات تقنية الفار في مونديال الأندية للجماهير في الملعب. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وافق على قيام الحكام في كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها بالمغرب غدا بإعلان أسباب قرارات تقنية الفار للجماهير في الملعب الذي ستقام عليه المباراة ولجماهير التلفزيون. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مجلس فيفا رفضه تنفيذ سياسة استخدام تقنية الوقت بدل الضائع مثلما حدث في كأس العالم للمنتخبات. ننتقل بقى لخبر آخر، وكويلار أتوقع وصول الهلال لنهائي مونديال الأندية. توقع الكولومبي جوستافو كويلار لاعب وسط الهلال السعودي وصول الزعيم لنهائي كأس العالم للأندية بالمغرب رغم صعوبة المهمة. وقال كويلار مشاركتين المضايتين للهلال في كأس العالم للأندية، أتوقع وصولنا للمباراة النهائية للبطولة هذه المرة رغم صعوبة المهمة والمباريات المعقدة التي تنتظرنا. يعني دي كانت أخبارنا النهاردة يا كابتن إسلام ويا كابتن هاني. قبل ما أختم كلامي طبعا بتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى كالعادة يكونوا على قدر كبير من الثقة ويفرحونا بكرة ونكون بنحتفل بكرة إن شاء الله مع بعض. إن شاء الله. هنا يعني بنشكرك شكرا جزيلا على يعني كم الأخبار، وأكننا عايشين داخل الحدث. بنشكرك شكرا جزيلا، وطبعا إن شاء الله كل الثقة في لاعبتنا، ونفرح بكرة إن شاء الله بفوز النادي الأهلي. شكرا جزيلا. شكرا يا هنا على وجودك معنا.